لما نتكلم عن مستوى الاكتفاء الذاتي، وعندنا اكتفاء ذاتي في كثير من السلع. احنا نتكلم عن الحليب تقريبا 120%، البيض وصلنا الى 116 او 110%، التمور عندنا 115% تقريبا. البيض 116% اكتفائنا الذاتي دكتور؟ نعم، طيب وش أسباب الغلاء يعني؟ القلاء ارتفاع مدخلات الانتاج. طال عمرك انا وضحت لك، الذره مرتفع، فلوسوية مرتفع، هذا السبب، ويصلنا من الخارج، مو احنا اللي ننتج داخلي، وبالتالي طيب شيء طبيعي ليش ينكسر الأسعار ينكسر. عندنا يمكن مفارقة اليوم لبعض الدول؟ ما هو نفس المدخل بس يروح لدولة ثانية يباع بأقل. هي ذكر مثل هذا الموضوع، ايه التحقق منه يعني يحتاج الى اسباب ذكرت في قضية الدعم وما الدعم وغيره. لكن حاليا اما ان يكون السلعة يعني ان تكون في سوق حر، وبالتالي تستطيع انك تصل الى مستويات مناسبة للاسعار الانتاج، وانا اظن هذا اللي وصلنا له. لكن لحوم الدواجن احنا واصلين الى 65% حاليا، الاسماك واصلين الى ما يقارب من 50%، فعندنا ما يشبه باكتفاء ذاتي لبعض السلع. هناك بعض السلع لا نستطيع ان نصل لها، مثل مثلا تقول لي انتج مثل الارز، تقول لي اصل اكتفاء ذاتي من الارز، لان اصلا لا الاجواء ولا الاراضي ولا كميات المياه الموجوده عندنا في المملكه قادر على ما ايصال تساعدنا البيئة، ما المتطلبات من تساعدنا اننا النمو نعم. البيئي.